اوكي، العقرب حالته عامله ازاي دلوقتي؟ حاسس بايه؟ ايه وضعه؟ عنده الشمس، وده بقى اقوى كمان من النجم. الشمس اكبر حاجه في الكون، يعني في المجره بتاعتنا الشمس. بمعنى يمكن العقرب يكون عنده بدايه جديده، الشمس بتوحي بالبدايات الجديده، يوم جديد، مرحله جديده، ومتفائل جدا وحاسس ان هو فرحان ومبسوط ومطمن. ده طفل بص بيلعب بقى، قلع هدومه وبيلعب جوه سور، ورا سور. السور بمعنى الحمايه، حاسس ان هو في امان، بيلعب في حته ما فيهاش ريسك، حاسس بامان. فده بيديله راحه نفسيه حلوه جدا، طاقه ما شاء الله جميله جدا جدا، منور منور. العقرب منور. بس خلينا نقول ان العقرب زيه زي الحوت والسرطان، من ابراج المقايا. فخلينا نقول ان احنا بنقفر في كل حاجه، احنا نفرح، نفرح قوي 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 قوي، نزعل، نزعل جدا جدا. وساعات والعقرب بالذات عنده حته ال بيسموها المجازفه، بيجازف ساعات وكانه ما بيعملش حاجه. يعني انا بشوف ابني فعلا كده، وعندي جدي وعندي العقرب، ابني الصغير ده ممكن ينط يعني ارتفاعات عاليه جدا ولا كانه بيعمل حاجه. يا ابني هتقع، يا ابني فعلا في اللي انت بتعمله ده خطر. مبسوط وفرحان جدا. اخوه الناحيه الثانيه اللي جاتي مش كده خالص، لا حذر ومخلي باله. شوفوا الفرق، الاثنين اخوات والاثنين يعني يشوف اخوه مثلا يتشجع، لا ما يتشجعش، انا ما اعملش كده، حذر. العقرب مش حذر، وساعات بيضلل نفسه ان هو في امان، ممكن يكون في الحقيقه مش امان. وهو على فكره من جواه بيبقى عارف ان هو بياخد ريسك، بس بيحاول ان هو يبين لا انا تمام وانا في امان وعادي جدا، اللي انا بعمله ده كويس جدا وصح وما فيش اي خطوره. تمام؟ ليه بقول لكم كده؟ لان شايفه العقرب نفسه في ايه؟ نفسه يوقف شويه، نوقف شويه، يعني نهدى شويه، نستنى، نصبر، على الاقل نشوف نتائج. يعني لو انت مثلا ابتديت حاجه جديده، ما تخشش بتقلك قوي كده، استنى، جرب، تست ذا ووترز، تست، شوف النتيجه هتطلع ازاي، فانت تكمل او ما كملش. بلاش ترمي نفسك بالشكل ده، بالراحه، وحاول ان انت فعلا الاشاره اللي جواك اللي عماله تقول لك هولد يور هورسز، استنى شويه، اسمع لها، حاول تستنى شويه. بلاش الحماس يخليك ترتكب اخطاء. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج العقرب؟ بصوا، المساعدات جايه لك ازاي؟ لا اقلق، لا اقلق، وحاول تفريز شويه. السيفين دول علامه اكس، اقف اقف ستوب. يعني اللي داخل مثلا في مشروع جديد، اللي مثلا بيفكر ان هو يسيب شغله عشان يعمل حاجه ثانيه، ويت، استنى، ما تتحركش، استنى، لازم تعمل اختبارات كتير جدا قبل لما تكمل في اللي انت بتعمله ده. ايا كان بقى، بتغير شغلك، بتغير مكانك، بتغير سكنك، بتتعامل يعني داخل علاقه جديده، نهدى شويه. وكمان بيخش العلاقات الجديده، ياه ده ايه الجمال ده؟ ده انا ما شفتش كده في حياتي. وياخد بقى يعني ممكن يخش بجواز، يتجوز وهو لسه مش عارف الشخص ده اصلا مين، يبص يلاقي نفسه في الاخر ايه اللي انا عملته ده. فاي حاجه جديده العقرب داخل عليها دلوقتي ومتفائل بيها قوي، فرحان بيها قوي كده، لا اتقل شويه، استنى. كويس؟ ايه التحديات والحاجات اللي بتضرك يا عقرب؟ بص، السرعه، الحماس الزايد، الحماس الزايد، بالراحه، لا فارمل نفسك، تعرف تفارمل نفسك، استنى شويه، ما تاخدش اكشن وتبتدي تعمل حاجات فعلا ممكن تضرك. بصوا النتيجه اللي ممكن يحصل لو الطاقه فضلت بالشكل ده، مش ممكن، مش ممكن السيناريو. جاستس، في اما الموضوع الجاستس، ناخد الكارت بمعناه الحرفي، انه مشكله قضائيه، تمام، او ظلم، بتظلم حد
او بتظلم نفسك ايا كان الظلم، في حاجه غلط بتحصل، في ميزان مش معدول بيحصل عندك. لو انت استمريت بالشكل ده، البدايه جايه لك منين؟ اهي بدايه جديده. الله الحلاوه دي، الجمال ده، ده انا لازم ادوس جدا لا لا لا، ويت، استنى، تيك يور تايم، اختبر الاول، اختبر الميه ساقعه ولا مش ساقعه، نط ولا ما نطش، مش تنط على طول وبعد كده بتشوف. تمام. طيب دي القراءة العامة لبرج العقرب. تعالوا نشوف صحيا اخباره ايه، مع ان كارت الشمس من دلالات ان الصحة ما شاء الله كويسة جدا، وانا شايفة من العفرطة اللي انت متعفرطها دي انه عندك الصحية ممكن تكون كويسة. طيب الحالة الصحية عند برج الميزان، سوري العقرب، لا هي مش فظيعة على فكرة، بس العقرب متحامل على نفسه، يعني تعبان، ممكن يكون في حاجات تعباه جسمانيا ومع ذلك مكمل كأنه ما عندوش أي مشاكل. لا انتبه لصحتك، لو في حاجة بتشتكي منها بليز ابتدي شوف ممكن تعالجها ازاي أو تظبطها ازاي. وده كمان يعني أكيد صحتك العقلية وتركيزك هيكون أحسن لو مفيش حاجة بتعاني منها. ممكن تكون في ألم في الظهر عند برج العقرب، وشايفة يعني ممكن كمان الرجلين، يعني في حالة لا صحيا العقرب مش أفظع حاجة، لكنه لا أنا تمام، أنا زي الفل ومكمل عادي خالص كأن أنا فل، لا مفيهاش حاجة، لا فيك وحاول تنتبه للموضوع. طيب ماديا أخبار العقرب إيه؟ اوكي لا مش شايفه ان الحاله الماديه برضو كويسه، وشايفه انه الماده عندك بتتحسد يا برج العقرب. برضو من الحاجات اللي بشكل من اشكال الاندفاع، هو طبعا يعني طبعا لازم نقول النعم اللي عندنا ويعني نصرح بيها، والحاجات دي طبعا كويسه وكل حاجه، بس زي ما قلت لكم الابراج المائيه عندها افوره في كل حاجه. الحاجه اللي تبقى قد كده انا عندي وعندي وعندي وعندي، وهو ما عندوش حاجه، هو ما عندوش، هو الحقيقه الموضوع مش كده، بس هو بيأفور في كل حاجه. فانت محسود في الحاله الماديه برج العقرب، والحسد ده ممكن يكون شكله عامل ازاي، انه مثلا ما فيش بركه، يعني تلاقي الحب الفلوس مثلا جت طارت وانت مش عارف راحت فين. فاستعيذ من الشيطان كده، قول طبعا كل حاجه بس بلاش افوار. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. بلاش بقى نقعد نقول لا ده انا رهيب، ده انا فظيع، ده انا ما شفتش حاجه بالحلاوه دي قبل كده. لا حاولوا ان انتم تحصنوا نفسكم ضد الحسد، لان فعلا في عندكم طاقه حسد بالنسبه للماده. اوكي العقرب حالته عامله ازاي عاطفيا؟ انا شايفه ان القراءه حلوه، شكلها ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. عامله زي العقرب، لو صوت الميوزك عالي حبايبي قولوا لي، انا حاساه عالي. العقرب حالته عامله ازاي؟ انا شايف ان هو مفتخر قوي بالعلاقه اللي هو فيها، حاسس ان هو او ماي جاد، انا معايا مثلا شريك فظيع، احنا العلاقه بتاعتنا جميله جدا، حاسس بالفخر، حاسس ان هو زي ما تقولوا خارج من حرب ومعاه غنائم كتير بقى ومنتصر، فشايف ان هو كسب شريكه وان هي حاجه بالنسبه له زي ما تقولوا فعلا حرب وكسب، بيفتخر بيه. يمكن يكون شريكه حصل عنده حاجه والعقرب مفتخر بيه، او ممكن يكون بيتعامل معاه بطريقه كويسه فالعقرب يعني ممتن ومبسوط. طيب شريك العقرب عامل ازاي؟ شايف ان هو برضو راضي جدا ومبسوط جدا. النبي يا جماعه قولوا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، لو دي الكيس يعني، لان شايفه بعدين الموضوع بيتغير او ممكن يكون اتغير بالفعل عند ناس معينه. عمال يقول الحمد لله وحاله رضا ومبسوط واخر انسجام، مفيش بعد كده. تمام؟ لو العلاقه دي لسه ما وصلتش لعلاقه يعني رسميه او جواز رسمي او ارتباط رسمي عند العقرب، فالعقرب عايز يعمل ده كوميت، التزام خلاص، وان الموضوع ياخد شكل رسمي ورسمي نظمي. تمام؟ اتفاق نحو المستقبل. كويس؟ شريك
العقرب نفسه في ايه؟ يعني خلينا برضو نقول الحاجة التانية، انه عايز يعمل برضو اتفاق مع شريكه انه يعملوا حاجة نحو المستقبل. وخلي بالكوا الحاجة دي كبيرة مش حاجة صغيرة، يعني مثلا انه يغيروا مثلا المكان اللي هم عايشين فيه، يغيروا البلد، في حاجة عايز شريكه يوافقوا عليها وايه ويعملوها مع بعض، والحاجة دي حاجة ممتدة المفعول او بعيدة المدى، هيكون تأثيرها بعيد المدى، مش حاجة هتأثر علينا شهر ولا شهرين، لا حاجة بعيدة او. شريكك يا برج القوس مش منسجم قوي من الموضوع ده، وقلقان وحابب وحاسس ان هو الخطوة دي مش صح، وقلقان منها جدا وعايز يفضل في مكانه ما يتحركش. تمام. طيب العقرب شايف شريكه ازاي؟ نايت اوف بنتكلز، فارس، حاجة يعني كويسة جدا لو هو رجل، حاجة يعني ما شاء الله فعلا مفتخر بيه، عنده مسؤولية، بيشيل مسؤوليات كويس، والدنيا ما شاء الله شيء ماشي حلو جدا لو هي يعني الشريك البنت. فالعقرب شايف ان هي بنت برضو تتحمل مسؤولية، معتمدة على نفسها، تفكيرها حلو جدا، حاجة يعني فعلا جميلة. طيب شريكك بقى يا عقرب شايفك ازاي؟ انت ليك تأثير عليه قوي جدا جدا، هو يعني قدامك بيحس ان هو منعدم، يعني مسلوب الإرادة، مش قادر ان هو يقولك لا، مش عايز يزعلك، حابب ان هو يرضيك، فانت ليك اليد العليا عليه، انت اللي بتسيطر، او مش مسيطر بشكل فيه يعني عنف، لا انت مسيطر بحب، بدلع، بحاجة جميلة جدا. فهو مستسلم لك تماما، بس هو قلقان. لو انتوا فعلا برج العقرب ناويين تعملوا حاجة هيبقى الشوط بتاعها طويل كده، حاول يعني تسمع لشريكك شوية وامشوا ماسكين ايدين بعض، ما تبقاش انت سابق وهو ماشي وراك، امشوا جنب بعض. الطاقة ما بين العقرب وشريكه شايفة ان فيها ما شاء الله وفرة في حاجات كتير قوي، لو هي مشاعر، في حالة مشاعر جامدة جدا وحلوة جدا، تجمعات عائلية، احتفالات، حاجة جميلة جدا، الطاقة ما بينكم كويسة so far. بعدين شايفة في حالة upside down، في هنا خناقة كبيرة ما هي صغيرة، او خلينا نقول هي خناقة بس ناس كتير بتتكلم، ناس كتير بيتدخلوا في الموضوع. خلينا نقول كمان مش لازم تكون خناقة، ممكن تكون عقبات، ممكن تكون شوية عراقيل واقفة قدام العلاقة بتاعكم، او بيواجهها العقرب دلوقتي مع شريكه. بس على الاغلب لا، في خطأ حصل، وانا يعني اكاد اجزم ان الخطأ ده من العقرب. تمام. في مشادة شايفه بيحصل، وناس بتتدخل اللي بيحصل ده، وكل واحد بقى عمال ايه يفتي او يقول اللي عنده، ومحدش فاهم حاجة ومش سامعين بعض. زي ما قلنا ده ممكن يكون حصل بالفعل او لسه هيحصل عند ناس. فلو هو لسه ما حصلش عند ناس حلو جدا، لو لسه ما حصلش عند ناس نحب نتجنب الكارت ده. لو حصل لا قدر الله اي اختلاف وجهات نظر او خطأ حصل وده وارد ما بين العقرب وشريكه، يا ريت ما تدخلوش حد خالص، لان تدخل حد مع في الموضوع ده مش هيساعد تماما، بل بالعكس هيسوق المشكله اكتر. حصل، طيب نحاول ان احنا نتفاهم مع بعض لوحدنا من غير ما حد يكون يدخل في العلاقه خالص. هنا فعلا لا يا جماعه مش مسجل، هو فعلا في حاجه الصوت سابق فيها، يعني هو علق كده في حته في الاول، بس ما فيش حاجه بايدي اعملها، لو عملت حاجه هقفل اللايف خالص، ومش عايزه الدنيا تتدربك كده، معلش استحملوا الموضوع ده شويه يا رب، وهو مسجل ما يبقاش في المشكله دي. طيب الشهر اللي بعده الخناقه دي مطوله على فكره، يعني هي والله اعلم طبعا ويا رب تخلص على طول، بس اللي انا شايفاه ان لحد برضو شهر 6 في حاله مكابره، انه لا ما غلطتش، انت الغلطان، لا انا ما حصليش حاجه، او لا انا مش متاثر، يعني زعلانين ممكن يكونوا ما بيتكلموش، بس كل واحد بيبين هو لا انا تمام وهو مش تمام خالص. تمام.
الشهر اللي بعده والله اعلم، يا رب يكون ده صوت عقل شويه، في حكمه، the hermit بتوحي بالحكمه، انه نبتدي نسمع صوت الحكمه شويه، نبتدي نفكر. ده واحد ماشي بفانوس موري له حاجه صغيره قوي وهو بيمشي بالراحه خطوه خطوه كده في نطاق النور اللي قدامه، فده شكل من اشكال الرزانه كده والحكمه في الموضوع، نبتدي نحكم العقل شويه، او بيوحي بانسحاب انه لا مكملين في حته ان هو ما بنتكلمش، زعلانين من بعض. طيب واضح فيه يا جماعه، ناس بتبقى قابله للحسد اكتر من ناس تانيه، تمام؟ في ناس ما شاء الله يعني ما بيتحسوش، او ما في ناس كده، وفي ناس من اقل حاجه اقل حاجه بيتحسدوا جامد. فنركز شوية في باي باي يا حبيبة قلبي، باي باي. لو انت عارف نفسك، كل واحد بيبقى عارف نفسه، لو انت من النوع اللي بتحسد بسرعة بلاش بقى كلام. يعني انا شايفة ان يمكن الفترة اللي فاتت وممكن تكون لسه مكملة مع العقرب، ان شاء الله تكمل، كانت حلوة جدا ومبسوطين وفخورين ببعض وحاجة ما شاء الله جميلة جدا. ايه اللي حصل بعدين؟ اسكت، بلاش تقول انا الدنيا عندي واو، انا فظيع، انا عندي احسن شريك في الدنيا، بلاش. زيكم عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. الحمد لله الدنيا تمام. ما قلتش حاجه يعني، مش لازم، مش بقول لك تقول العكس مثلا ان في مشاكل او حاجه، لا، بس بلاش افوره، علشان ممكن يكون اللي حصل ده مجرد حسد مش اكتر. اوكي تعالوا نشوف الناس اللي انفصلوا. شايفه في الكومنتات الناس اللي انفصلوا بالفعل من برج العقرب، في رجوع ولا لا؟ الناس اللي انفصلوا من برج العقرب ان شاء الله في رجوع. يعني بصوا الحاجات اللي بيبقى فيها شغال، ميرسي فيكتوريا، الحاجات، القرارات اللي بتتاخد بسرعه دي كده من غير تفكير، او بتتاخد بشكل انفعالي، دي دايما بيكون فيها رجعه. ده اللي انا شايفاه شغال حلو قوي. ثانك يو فاطمه. فلا ان شاء الله شايفه في رجوع باذن الله. وبالنسبه للناس اللي سالوني برضو السناجل في علاقه جديده ولا لا، طيب انا شايفه انه يعني لا، حاجه جديده لا، هو لازم تكون حاجه قائمه بالفعل، ما فيش مفاجات يعني من ناحيه الموضوع ده، بس العقرب تمام يعني مبسوط مبسوط بحالته كده، مش حاسس ان هو ناقصه حاجه يعني. كروت الحكمة بتنصحكم بإيه يا برج العقرب؟ بلست، جميل جدا. بلست يعني مبارك، شخص مبارك، يعني في 22، ثانية واحدة،